مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة من اليوم السابع مباشر، ونبدأها بالعناوين. معتصم البريد يهددون بتنظيم إضراب كلي بجميع مكاتب هيئة البريد. أفيدغور ليبرمان يؤكد أن معاهدة السلام مع مصر تشكل عنصرا هاما في الحفاظ على استقرار المنطقة. البرادع يؤكد على أهمية المفاوضات لتبديد المخاوف من الانتشار النووي. اشتباكات بالأسلحة النارية بين البلطجية وقوات الأمن. تركيا وتونس تعارضان تدخلا غير عربي في سوريا. إلى تفاصيل الأخبار. انضم عدد من موظفي هيئة البريد صباح اليوم الخميس إلى زملائهم المعتصمين منذ 5 أيام بمقر الهيئة بالعتبة للتضامن معهم وللمطالبة بتنفيذ مطالبهم، والتي على رأسها إقالة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري يباشر مهامه واختصاصاته وفقا للضوابط القانونية التي يكفلها له قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري مع كفالة كافة ضمانات التقاضي، موضحا أنه لا محاكمة لصاحب رأي أو فكر طالما التزم بالقانون. قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيدغور ليبرمان اليوم الخميس إن معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية تشكل عنصرا هاما في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف ليبرمان أنه لا يمكن تعديل معاهدة السلام إلا بموافقة الجانبين، مشيرا إلى أن الأمر الذي يبعث على التفاؤل هو أن القيادة الجديدة في مصر تتحدث عن احترام معاهدة السلام. حددت الدائرة 15 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة جلسة 17 من مارس لنظر أولى جلسات الدعوة القضائية المقدمة من حمد الفخراني عضو مجلس الشعب ضد الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس المجلس، وذلك للمطالبة بمليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي تعرض لها أثناء نومه ليلة على الرصيف. أكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البردعي اليوم الخميس أن المفاوضات تمثل عنصرا مهما في تبديد مخاوف المجتمع الدولي بشأن الانتشار النووي. اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين البلطجية والأمن بعد مطاردة لأحد البلطجية في محاولة لإلقاء القبض عليه لاتهامه بقتل 2، ولكنه فر هاربا إلى ميدان التحرير وبحوزته سلاحا آليا محتميا بعدد من البلطجية المتواجدين بالميدان، وأطلق عددا من الأعيرة النارية مما اضطر قوات الأمن للانسحاب. قال الرئيس التركي عبدالله جول اليوم الخميس أن بلاده تعارض تدخل أي قوة من خارج المنطقة في سوريا، ونبه إلى أن النظام لا يستطيع أن يستمر من خلال استخدام العنف ضد شعبه. وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مؤتمر صحفي مشترك مع جول في القصر الرئاسي إن تونس تعارض أيضا أي تدخل غير عربي في سوريا، وترغب في المشاركة في أي قوة حفظ سلام عربية ترسل إلى هناك. اهتمت صحيفة الاندبندنت البريطانية بمتابعة الأوضاع في سوريا، وقالت في تقرير صحفي إنه في الوقت الذي يشدد فيه النظام قبضته على البلاد تخوض جماعات المعارضة في نزاعاتها الخاصة. صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم الخميس بأنه اتصل برئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وهنأه على الفوز في الانتخابات الرئاسية، ودعا إلى أن يتوصل الحلف وروسيا إلى اتفاق بشأن الدفاع الصاروخي. ختاما وتذكرة بأبرز العناوين. معتصم البريد يهددون بتنظيم إضراب كلي بجميع مكاتب هيئة البريد. أفيدغور ليبرمان يؤكد أن معاهدة السلام مع مصر تشكل عنصرا هاما في الحفاظ على استقرار المنطقة. البردعي يؤكد على أهمية المفاوضات لتبديد المخاوف من الانتشار النووي. اشتباكات بالأسلحة النارية بين البلطجية وقوات الأمن. وأخيرا تركيا وتونس تعارضان تدخلا غير عربي في سوريا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرة الأخبار من اليوم السابع مباشر. انتظرونا لمعرفة آخر الأخبار على رأس كل ساعة. كان معكم عمر خالد من اليوم السابع مباشر. إلى اللقاء.